السلام عليكم شريفات الفنة، تحياتي. كيف بقيتوا على خير؟ نتمنىكم دائما تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله هنتقاسم معكم واحد الكيكه في واحد المول تيحمق تيسطي، نظره جميله بزاف والمذاق ما نقول لكم. جي لهاد الكيكه تجي غزاله ولذيذه وراقيه، نتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم كيف عجبتني حتى انا. المول تيجي غزال رائع، تيستحق انكم تجربوا فيه هاد الكيكه، تجي روعه روعه بزاف. بقوا معايا باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. بالنسبه للمكونات عندي هنا 4 ديال البيضات كاملين، عندي كاس ونص ديال السكر سنيده، ممكن ديروا جوج كيسان، ممكن ديروا كاس ونص كاس على حسب الذوق اللي بغيتو. اللي تيبغي الحلاوه قليله ممكن يدير غير كاس، اللي تيبغيها متوسطه كاس ونص، اللي تيبغي شويه الكيكه تكون معلكه بالحلاوه ممكن ديروا جوج كيسان. بالنسبه للقياس ديال الزبده والزيت عندي قياس كاس العنبه كذلك، وبالنسبه للزبده خاصها تكون من النوع الجيد باش الكيكه تجي فيها مذاق زوين. عندي كاس ديال القشطه الطريه السائله، عندي نكهه الفاني، رشيشه ديال الملحه، عندي هنايا جوج خمارات. بالنسبه عندي كاس ديال اللوز غبره اللي طحنته بالقشره ديالو، وعندي ثلاثه ديال الكيسان ديال الطحين. الطريقه هانتوما تشوفوها معايا. وبالنسبه للمول انا شريت هذا المول هذا، جربته غزال تجي فيه الكيكه رائعه، وبغيت نديرها باش تشوفوها معايا. نتمنى ان شاء الله باذن الله الكيكه تعجبكم، في نفس الوقت يعجبكم المول كذلك. ندوزو للطريقه ديال التحضير. كده تشوفوا درت 4 ديال البيضات مع شويه ديال الملحه، بعد ما طربت البيض دابا غادي ندير شويه بشويه السكر وانا مستمره في التطريب. بعد ما طربت كيس الشاهد والسكر مع البيض حسيت ضعف الحجم ديالو، دابا غادي ندير الزيت شويه بشويه، يعني الزيت والزبده شويه بشويه. دابا غادي نزيد القشطه الطريه كذلك هي تدريجيا. كي قلت لكم في المقادير عندي هنايا 3 ديال الكيسان ديال الطحين، غادي نزيد عليهم الكاس ديال اللوز كيش تشاهدوا انه مطحون بقشره ديالو، ونزيد عليه نكهه الفاني، ونزيد عليه هاد جوج خمارات. نخلط هاد المكونات كامله مع بعضياتها حتى تخلط مزيان، ودي نضيف شويه بشويه في اتجاه واحد، ما خدم لا طراب لا تجي حاجه، غير يعني بلا رش عاديه وصافي. بعد ما وجدت الكيكه كتشوفوا، بعد ما درنا المكونات كاع كامله تصبح لي بهذا الشكل. دابا غادي نخويها في هذا المول، مول غزال بلا ما تدهنوا ما حتى شي حاجه، تيلصق ما حتى شي حاجه، غير حاولوا عليه ما تكون تغسلوه، مسحوه وخبعوه في مكان بعيد على اليدين باش ما يتخبش ما حتى حاجه. ما هو بالنسبه للطياب تيطيب لي كيك فنين. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبكم. دابا غادي نخوي الخليط الكيك،
غادي ندخلها الطيب بحال الكيك عادي، تقريبا 45 دقيقة في الفران، والفران دائما يكون على نار مهيلة. هانتوما معايا على ما توجد بإذن الله. كي تشوفوا أنني درتها في المول، ما تتلصق ما حتى شي حاجة، واخا ما مدهونش. تجي ما شاء الله النظرة ديالها جميلة، يعني واخا ما تزين ما حتى شي حاجة، تبقى غير هكا النظرة ديالها تجي غزالة بزاف. هانتوما تشوفوا بأن ما تتلصق ما حتى شي حاجة، ما تتلصق هاد المول ما شاء الله غزال، ما تتلصق ما حتى حاجة، غير خليوها تبرد على راحتها وصافي تتقلع على راسها. الوقت اللي غادي نخليها تزيد تبرد، دابا غادي نصوب الكاناش اللي غادي ندير يعني في الوجه ديالها. هانتوما معايا بالنسبه للكاناش، كي قلت لكم باش نسوق الكيك ديالي، عندي هنايا 160 غرام ديال الشكلاط، هذا هي غير ربع ديال الشوكولاته، ودرت طرف معاه ديال الشكلاط من النوع الممتاز المر، هذا بهذا المصطلح اللوب ديال الشكلاط هو هذا الطريف، هذا الثمن شويه غالي، ولكن باش يكون واحد التوازن ما بين الشكلاط المزيان مع هذه الشوكولاته، يعني ممكن تشريوه وتتخلطوه معاه باش يجي المذاق ديالو مزيان، يعني تجي لذيذ. عندي هنايا 60 غرام ديال القشطه الطريه، وعندي واحد المعلقه ديال الزبده. باش نصوب الكاناش غادي ناخذ اناء، غادي نخوي فيه القشطه الطريه، نديرها فوق النار تتسخن مزيان يعني تغلي، ومع واحد رشيشه ديال الملحه، وعاد نزيد عليها الباقي ديال الشكلاط اللي ذكرت معاكم، ونضيف عليها من بعد ما تخدم نضيف عليها الزبده. ها انتم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال الكاناش. كي شفتوا بعد ما غلات القشطه، دابا غادي ندير الشكلاط على القشطه وهي سخونه، ونبقى مستمره بالتحراك حتى ديك الشكلاط كله تيذوب في ديك الحراره ديال القشطه. تنبقى نحرك ونعاود نحرك ونعاود حتى الشكلاط كله تيذوب، عاد ممكن نضيف عليه الزبده. دابا نزيد معلقه ديال الزبده صغيره، ونبقى مستمره بالتخلاط او بالتحرك. دابا بعد ما يعني خلطت الكاناش مزيان، غنخوي الكاناش على الكيك، وهي والكاناش سخونه باش ديك الكاناش تدخل في قلب الكيكه وتجي من الداخل معلكه، ماشي تخليوها حتى تبرد وتقصح، وهي خفيفه وسخونه غتخويوها، يعني القياس اللي عطيتكم تيجي عليها قياس. ممكن تقادوها بيديكم يعني المول الا كان ما بقاش توازن، يعني باش ما يجيش شي طالعوا يعني شي طالعوا شي هواد، ممكن تقادوها بيديكم هكا. وبالنسبه للتزيين تبقى دائما الاختيار ديالكم، اللي موجود تنزوقوا به. تنخليها حتى تبرد وتنزوقوها بالزواق اللي موجود عندكم. وهانتوما معايا على ما نوريكم الشكل النهائي، وشكرا لكم كاملين وللي خطيكم. Thank you.
هالكيكه من بعد ما بردات وبعد ما زينتها بالقناش وسوقتها باللي كي قلت لكم باللي كاين، يعني بالنسبه للتزيين تبقى دائما بالاختيار ديالكم كي تقولها دائما. المهم نتمنى تعجبكم الكيكه، راه غزاله في المذاق والنظره جميله بزاف، راه تبارك الله خفيفه، وديك التعليكه ديال ديك القناش اللي درتو فيها هو سخون تبارك الله تدخل سل داخل. انا ملي قطعهاش حداكم بحكم اني نديها هكا ما يمكنليش نقطعها، يعني باش ما تخسر لي شي الشكل ديالها. نتمنى ان شاء الله باذن الله تعجبكم وتنال اعجابكم، وشكرا لكم كاملين على حسن المتابعه، شكرا بزاف. نتلاقاو باذن الله في وصفه واحده اخرى، وتحياتي للجميع. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.